اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني مع حلقه جديده في بيتنا مدرسه وقسم ملابس الجاهزه. هنتكلم النهارده عن تطوير الازياء وتاثير التكنولوجيا على الملابس وعلى قسم وعلى الاجهزه والمعدات والبطرون والتصميم. واحنا قلنا ان احنا كطالب تعليم فني هتخرج بعد 3 سنين فني صناعي، لازم اكون فني صناعي ماهر اقدر افيد نفسي وافيد تخصصي اللي انا درسته 3 سنين وازود من مهاراتي واعرف ازاي يعني ادرس انزل السوق. انا هنزل السوق هشتغل ايه؟ لما تروح تقابل اي حد هتقدم كوظيفة جديدة هقدم ايه الوظيفة اللي انا هقدم فيها وايه هي متطلبات الوظيفة دي، لازم اكون عارف يعني ايه متطلبات الوظيفة وانا مقدرتي ايه ان انا ادخل في مجال العمل الوظيفي، والتزم التزامي بالمواعيد، التزامي بالتعليمات اللي هتتقالي، هل انا ماهر في تخصصي، محتاج تدريب، محتاج مهارة. لان حضرتك لما بتروح تقابل تقدم في وظيفة انت بتقابل اتش ار، الاتش ار بيقول لك انت عايز تشتغل في انهي قسم، فلازم تبقى محدد الهدف بتاعك انت ايه هي المهارة اللي انت تقدر تشتغل فيها في الاقسام بتاعتنا. واحنا قلنا ان الاقسام بتاعت المصنع بتبقى في قسم البطرون، قسم العينات، قسم فرد القماش، في قسم القص، قسم الانتاج اللي هو الماكينات، بعد كده عندي في التغليف والتعبئة، الكي والتغليف والتعبئة، في التسويق، في المبيعات، دي الأقسام اللي بتبقى موجودة في المصنع. فلازم أكون أنا كطالب تعليم فني عارف إن أنا بعد ما أخلص ال3 سنين أنا هعمل إيه، هشتغل إيه، هدفي هيكون إيه. إحنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على جزء من أجزاء من قسم من الأقسام بتاعة المصنع، وقلنا لو أنا حابب أعمل مشروع خاص برضو لازم أكون عارف إيه هي المهارات اللي لازم أكون دارسها وأكون فاهمها كويس جدا واكون متمكن منها علشان اقدر اعمل مشروع. لازم اكون متمكن من تخصصي، من مهارتي، اكون ملم بيها، مش معرفة سطحية فقط. هنكمل النهاردة مع بعض بقية الموضوع اللي فات. احنا خدنا الكلام الموضوع الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الموضة واتكلمنا عن كيفية انتشار الموضة وتاريخ الموضة. هنتكلم النهاردة على خطوط الموضة. يعني ايه خطوط الموضة؟ هل الموضة ليها خطوط؟ اه طبعا الموضة ليها خطوط. انا ما باجي ارسم الباترون بتاعي مش برسم فيه خطوط، خطوط مستقيمة وخطوط منحنية وخطوط دائرية وخطوط مايلة. هل احنا قلنا ان الخط ده هو اساس التعبير عن اي تصميم انا بعمله، يعني بستخدم الخط ده في البطرون، بستخدم الخط ده في التصميم، بستخدم الخط في التشكيل على المانيكان، حتى الخط بيدخل في الخياطه. يبقى انا بقول ان الخط ده من الوسيله الاساسيه المهمه في تخصصي ك ايه كملابس جاهزه او كمصمم ازياء. تعالوا بقى نتكلم النهارده على خطوط الموضه. يعني ايه خطوط الموضه؟ خطوط الموضة دي بتبقى الموضة بتاعتي اما بتبقى في القماش او في الخامة او التصميم او ايه الالوان، دي الموضة بتاعتي. يبقى الموضة بتاعتي بتبقى في الايه، في الحاجات دي، يعني الموضة في التصميم، الموضة في الخامات، الموضة في القماش، الموضة في الالوان. هو ده اللي انا بعتمد عليه في لما باجي اعمل تصميم بتاعي، تصميم الازياء، ان انا بشوف الخطوط الموضه اللي ماشيه ايه السنه دي، ايه هي الالوان اللي موجوده في السوق، ايه هي انواع الخامات اللي موجوده في السوق، ايه هي انواع الاقمشه اللي موجوده في السوق. يبقى انا بدور على ايه؟ بدور على الموضه الموجوده في السوق، ايه هي الموضه الموجوده السنه دي، ايه اللون الاساسي اللي منتشر السنه دي، الخامه اللي موجوده، هل الخامه هي روزالين، ترجال، ساتان، شيفون، جينز،
دي الخامات اللي انا بشتغل عليها. هل في خامات مساعدة زي الكولف، الدانتيل، السوست، الزراير، خامات جديدة نزلت؟ برضو بشوف ايه هي الخامات، سواء خامات اساسية او خامات مساعدة. الموضة في الايه، في القماش، الاقمشة اللي نازلة، منقوشة، كارو، سادة، مقلم، منقط، دي الموضة في القماش. يبقى انا اول حاجة ببص عليها في الموضة اللي هي الايه، الاربع حاجات دول. نكمل مع بعض كده. يبقى الموضة بتعتمد على التطور والتجديد في الموديل، وتتحكم في الموضة خطوط الموضة، الالوان والاقمشة وحالة الجو. هنا يعني برضو كمان ايه، انا عندي ايه غير الالوان، غير الاقمشة والالوان، لا انا ببص لحالة الجو. حالة الجو عندي زي ما قلنا ان انا باجي اعمل تصميم لازم اشوف طبيعة الجو، طبيعة البيئة اللي انا هعمل لها التصميم، هل يتناسب مع البيئة، مع حالة الجو اللي موجود فيها ولا لا. لازم ايه اراعي ده. وبرضو براعي برضو، واهم حاجة بقول عليها اللي هي الايه، العادات والتقاليد بتاعة البلد اللي هيتم فيها الايه، هروج فيها المنتج بتاعي. انا هروج فيها ايه، المنتج بتاعي. تعالوا نبص بقى مع بعض كده. هنا بقول تعتمد خطوط الموضة على 3 خطوط اساسية. يبقى انا عندي هنا في خطوط اساسية بتعتمد عليها الموضة، الخطوط المستقيمة، الخطوط الكلاسيكية، الخطوط الكاجوال. بدأ بقول عليه اللي هي خطوط الموضة. يعني ايه زي ما بتقولك انت اما بتيجي تروحي تشتري بلوزه او شميز يقول لك انا عايز ايه، عايزه كاجوال او عايزه كلاسيك. يبقى عرفنا بقى هي ايه الموضه، احنا بنقولها كده وخلاص، لكن هي دي الخطوط الموضه اللي انا بمشي عليها، اللي هي بقول عليها اما خطوط مستقيمه يا اما إيه الخطوط الكلاسيكيه او ايه او الكاجوال. دي انواع الخطوط. كويس، لازم اكون عارف ايه هي خطوط الموضه وانا بعمل التصميم، لان كل نوع من الانواع دي ليه تصميم مختلف عن التاني. يعني الخطوط المستقيمه ليها تصميمات، الخطوط الكاجوال ليها تصميمات، الكلاسيك ليه تصميم. يبقى لازم اعرف ايه هي ايه الخطوط الموضه. نشوف مع بعض برضو حاجه جديده. هنا لو بصينا الاشكال اللي قدامنا دي، الخطوط، الخط الاساسي للموديل، احنا لقينا بص الخطوط المستقيمه، الخط ايه لو المستطيل، بص بيبقى عامل ازاي. الكلاسيك بيبقى ايه، مدي شكل للايه، للجسم. طبعا الهرمي بيبقى فيه هرمي لفوق اللي هو زي الفستان اللي هو بيبقى في نازل على فساتين الافراح كده، او فساتين الاطفال بتبقى ليها كورنيش من تحت كده، من فوق ايه مجسم ونازل بكورنيش من تحت. الهرمي بقى اللي هو بيبقى منفوش من فوق ونازل كلاسيك من تحت. في بقى اللي هو على حرف اكس ان هو بيبقى ايه من فوق ومن تحت ايه، يعني متكسم من عند الوسط. دي بقول عليها اللي هي الخطوط الاساسيه للايه، للموديل اللي انا بشتغل عليه. هل هشتغل على انهي خط من دول؟ هل هشتغل على المستطيل ولا الكلاسيك ولا الهرمي ولا الهرمي المقلوب ولا حرف اكس؟ دي اول بدايات ان انا قبل ما اشتغل بشتغل ايه، بشوف ايه الخطوط اللي انا هستخدمها في ايه، في التصميم بتاعي. تعتمد خطوط الموضة على الخطوط المستقيمة الملاصقة للجسم. احنا قلنا يبقى اللي عندي الخط المستقيم اللي هو الخطوط الملاصقة للجسم اللي هي بتبقى ايه، مجسمة الجسم زي الفستان، والفستان برنسيس اللي هو ضيق يتضح فيه الخطوط وحردات الابط وبروز الصدر ودوران الوسط. يبقى انا لما باجي اعمل فستان او اعمل حاجه خط مستقيم بيبقى ايه، ملاصق للجسم وبيبين بروز الايه، الجسم. وتكون الالوان فاتحه زي الابيض، المنقوش، الرمادي، الروز، الكريمي، الاصفر، اللبني، الكاكاوي، الاسود، وتختلف الاطوال حسب ايه الرغبه. يعني دي الالوان اللي بتمشي مع ايه، الخطوط المستقيم. ليه؟ عشان الالوان الفاتحه هتبين الديزاين، هتبين التصميم، لكن انا لو عملته في الوان غامقه مش هيبان التصميم بتاعي. يبقى احنا عرفنا ان انا لما باجي اختار مثلا ايه الخطوط المستقيمه، يبقى انا هعمل موديل بخطوط مستقيمه، يبقى عرفت الالوان اللي هستخدمها معاه ايه،
لان الالوان الغامقه مش هتبين التصميم، لكن الالوان الفاتحه بتبين ايه التصميم بتاعي. طبعا الشباب عندي اهم حاجه اختيار اللون المناسب والطول المناسب له والملاصق ايه والملاصقه للجسم. يعني دايما الشباب هي اللي بتحدد الموديل اللي هتلبسه ايه وايه المناسب ليه، لان هما بيبقى ليهم رؤيه مختلفه ايه عن ايه عن طبعا عننا احنا، ان هو اللي هيلبس فبيضطر بيختار ما يناسبه هو. فانا عشان كده لما باجي اعمل التصميم بعمل التصميم ليه للمرحله او للفئه اللي هينزل لها التصميم، فلازم اكون عامل لها دراسه كويس جدا قبل ما انزل ايه قبل ما انزل السوق بالموديل ده. تمام، يبقى انا هنا لما اجي بخاطب الشباب فلازم انا بخاطب الفئه بتاعه الشباب، فلازم الشباب هما اللي ايه بيختاروا ايه بيختاروا الكلاسيك، يحبوا الملابس الكلاسيك لبساطه التصميم وتظهر فيها الخياطات البارزه وتتمثل في الجاكيت والتاييير والبلوزه والشيميز، وتكون خطوط الاكتاف صغيره وملاصقه للجسم، وتنتهي باستخدام الايه الابليكات اللي هي الابليكه اللي هي بتتحط اللي هي بلوتات يعني. دي اللي هي الخطوط الكلاسيك. فدايما الشباب بيحب الايه اللبس اللي هو الكلاسيك، ليه؟ لانه بيتحرك كتير، بيروح النادي، بيروح الكليه، بيبقى عايز لبس يعرف يلبسه، يعني يبقى سهل في الحركه، سهل في اللبس والقلع معاه، ويكون ايه مناسب يعني ملاصق لجسمه مقارب للجسم بتاعه، ما يكونش حاجه ايه واسعه تضايقه في الحركه. فدايما بقول ان احنا لما باجي اعمل الموضه لو انا هعملها للشباب بخاطب فئه ايه فئه الشباب في الايه في الملابس، واهتم جدا بايه بذوقهم ورايهم، لان هم اللي هيشتروا، مش هعمل المنتج وفي الاخر هيتركن عندي، لا لازم اكون بعمل الموديل او التصميم للايه للي هيشتريه، يعني يكون هيخدم الايه اللي هي المستهلك وهيلبي احتياجاته، لان اللبس ده يعتبر تلبيه احتياجات المستهلك، ان هو اكيد كلنا ما نقدرش نستغنى عن الملابس، لكن فلازم يكون ايه الملابس اللي موجوده تناسب الشخص اللي هيشتريها، ما تكونش ايه غير مناسبه ليه، ده مهم قوي. والخطوط الكاجوال وهي تعتمد على البلوزات والبناطيل، وتختلف انواع البناطيل فمنها الجينز والاستريتش والهلانكا والليكرا، والبناطيل الواسعه تكون مناسبه لجميع الشباب. طبعا احنا شايفين ان الموضه السنه دي في البناطيل رجعت تاني، البناطيل الواسعه والبناطيل اللي فيها قصر والبناطيل البليسيه والبناطيل اللي فيها كالونات دي طلعت موضه تاني. الموضه دي كانت من 10 سنين كانت مختفيه، لكن هي رجعت تاني. بس انا يعني بشوف ان البنطلون الموضه بتاعته ما بتروحش، يعني الموضه بتاعته ما بتختفيش، سواء البنطلون باي قصاته، يعني البنطلون بحس ان الموضه بتاعته مستمره، يعني مش موضه بتاعته ان هي منتهيه. يعني انا لو عملت بنطلون بليسيه اكيد هفضل البسه على طول، لان هو البليسيه ما بيبطلش، البليسيه موجود بس هو بيبقى موضه بيظهر فترة وبعدين بيختفي وبعدين بيظهر تاني. برضو البنطلون اللي هو فيه كالونات، البنطلون اللي هو فيه كسرات، هو طلعت طبعا الموضة دي طلعت ظهرت اكتر للايه كانت لملابس الطالبات بتاعت الثانوي، لان معظمهم كانوا بيلبس بناطيل، فطبعا عشان يلبس تلبس بنطلون واسع بديل الجيبة، فعملوا البناطيل بكسر وعملوا البناطيل بكالونات وعملوا البناطيل بليسيه، فتنوعوا في قصات البنطلون وطلعت موضه ان هي كمان ايه لملابس البنطلون بتاع الخروج. وطبعا هو بيدي وسع وفي نفس الوقت بيدي شكل جمالي، ان هي لو هتلبس البلوزه قصيره او هتلبس جاكيت قصير ايه مش هيبقى البنطلون ملاصق لجسمها. فدي ده البناطيل. والبنطلون بيبقى مريح في يعني مناسب في جميع الفترات، سواء فترة الصباح او فترة المساء او حتى لو لبسته بعد الظهر، فالبنطلون بيعتبر من الملابس المريحة للشباب والسيدات وبرضو في العمل. والبنطلون ان انا بلبس عليه اي حاجة، البنطلون بيبقى سهل ان انا ارتدي عليه بلوزة تشيرت جاكيت، فبيبقى مريح في اللبس وفي الحركة بالنسبة للشباب والسيدات. شوف مع بعض بعد كده.
ويدخل فيها الألوان السادة والمنقوش والكاروهات والمقلم، وأيضا تظهر الجواكت الشيفون، فمنها البلوزات والاستريتش القصير والطويل، وعلى شكل فراشة بأكمام طويلة أو إيه أو قصيرة. طبعا احنا شفنا اللي هي البلوزات اللي كانت طالعة فترة طويلة كده، اللي هي بنقول عليها بلوزة مروحة أو بلوزة الفراشة، اللي هي بتبقى مقصوصة زي المربع كده ومتخيطة من الجنبين، وبتبقى بتبقى شكلها حلو، ودي بتبقى معمولة من الشيفون، بتبقى سهلة اللبس ان هي ايه بتتلبس تحتيها اي بادي، وهي ايه وتتلبس فوقيها على البنطلون. طبعا انا عندي هنا ان الايه ان البنطلون بيتلبس عليه اي ايه اي بلوزة او اي جاكيت، وكمان ان هو البنطلون ممكن يبقى سادة، ممكن يبقى مقلم، يبقى منقوش، ممكن يبقى كارو، وايه والجاكيت ممكن يبقى سادة، البلوزة تبقى سادة، لو هو البنطلون سادة هيبقى هيبقى البلوزة منقوشة او الجاكيت منقوش، او ممكن يبقى الطقم كله على بعضه التاير والبنطلون يبقوا ايه يبقوا سادة كطقم، يعني هتبقى لو خروجة فيها مقابلة من اللي هي بقول يعني طالعة في مؤتمر، طالعة في مناسبة، فبتبقى لابسة لبس ايه اللي هو الرسمي بنقول عليه الزي الرسمي اللي هو البنطلون والجاكيت. تمام. بقول بقى ان الشباب وحده هو سيد الموضة هذا العام وكل الاعوام، فارقى عروض الازياء في جميع انحاء العالم نضع نصب عينيها، وهي تصميم احدث الخطوط. يعني الشباب هم اللي احيانا بيختاروا الموديل. في بقى لعبة احنا كنا بنلعبها، ان انا ممكن اعمل يعجبني كذا موديل واخد من كل موديل حاجة، يعني اخد من موديل ده كم، واخد من موديل ده الصدر بتاعه، واخد منه القصة، اخد منه المرد، اخد كده، واجمع من اكتر من موديل، اجمعه في موديل واحد، فبيطلع الشكل بتاعه جميل جدا، ويبقى كده انا غيرت ايه في الموديل، ان انا ما عملتش موديل ايه متكرر، لا انا عملت موديل جديد، وده ممكن اعمله عندي في تدوير في التدوير اللي قلنا عليه، تدوير ازاي اعمل تدوير للملابس عندي في الدولاب، ان انا ممكن يبقى عندي طقمين ثلاثة، وانا الطقمين مثلا الكم مثلا حصل فيه قطع والكم التاني سليم، في عندي بلوزة تمشي مع السادة اروح مغيرة فيه، واروح عاملة ديزاين جديد، واخدت من هنا لهنا، فعملت ايه طقم جديد او بلوزة جديدة او جاكيت جديد او فستان جديد من دولابي، وفي نفس الوقت بخامات جيدة وجميلة وما ايه وما ما 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 بتلتش، يعني الاقمشة ما بتبطلش، لكن هي الديزاين هو او التصميم هو اللي بيبطل، لكن الموديل لكن الاقمشة ما بتبطلش، ممكن الأقمشة بترجع تاني، يعني الأقمشة بترجع تاني بيتغير المسمى بتاعها فقط، لكن الأقمشة موجودة هي هي، لأن التركيب النسج للقماش بيبقى ما بيتغيرش، لكن ممكن يزود فيه ألوان، يعني كان في مثلا أقمشة ما بينزلش فيها ألوان فاتحة بقى ينزل فيها ألوان فاتحة، في أقمشة ما كانش بينزل فيها ألوان غامقة بقى بينزل فيها ألوان غامقة، فهو ده الاختلاف في الإيه في الالوان، لكن الخامات القماش نفسها زي ما هي موجوده في السوق، لكن المسمى بتاعها التجاري بيتغير من سنه لسنه، على اساس ان هو ايه يعمل ايه تجديد، ان في قماش جديد نزل، فيبقى عليه اقبال ان ده نزل جديد. ماشي، نشوف مع بعض بقى، هنكمل مع بعض الموضوع بتاعنا. قلنا بقى ان سن الشباب هو الفترة من العمران التي تعشق كل جديد بل تبحث عنه، بدت حتى نجده ولا يغيب عن تضييق عنه. يعني الشباب عندي هنا هو اللي بيبدأ يبحث عن الجديد، هو اللي عايز يغير من ايه من تصميمات ومن من اللبس بتاعه، من الشكل بتاعه، هو اللي بيدور ازاي يجدد، يعني ممكن حتى ممكن يشتروا القميص وهو يغير فيه، ممكن يخلي القميص هو جايبه بنص كم، لا هيخليه هيجيبه بكم هيخليه نص كم، مثلا هو جايبه وعايز يبقى فيه دوران، الدوران يزيد شوية يروح هو مزود الدوران من الجناب،
فهو الشباب بيبدأ يغير حسب الديزاين اللي هو عايزه، لان هو ايه مش لاقي اللي هو عايزه في السوق، فبالتالي بيحاول ايه يعمل تجديد في الحاجة اللي بيشتريها، في القميص، في التيشيرت كده. هنيجي بقى نشوف العوامل التي تؤثر في الموضة. ايه هي العوامل التي تؤثر في الموضة؟ ده حتى الموضة كمان في عوامل بتأثر فيها، اه طبعا في عوامل بتأثر فيها، تعال نشوفها مع بعض كده. طبعا احنا بنقول هنا ان الموضة كالارض الخصبة التي اذا ما تهيأت لها الظروف المناسبة تجني ثمارها. يعني الموضة دي لازم يكون في ارض خصبة عشان تجني ثمارها، عشان ايه؟ عشان يبقى عندها، عشان تقدر تبني وتبقى شكلها حلو كده وتزدهر، ويبقى في مرونة في العمل. فهي الموضة لو ما لقيتش مساحة ان هي تظهر فيها هتختفي، لكن لو لقت مساحة تظهر فيها فايه هيحصل فيها ايه، هتجني ثمارها، ايه هتزدهر ويبقى ايه وتنتشر. طيب نيجي نشوف العوامل معنا، وهي ايضا نتيجة تفاعل عوامل مختلفة تتأثر ببعضها البعض لتعطي لنا موضة جديدة، واخيرا ترتبط الموضة بقبول الناس او رفضهم لها. يعني ممكن الموضة دي الناس تقبلها وممكن الناس ترفضها. يبقى انا كده لو انا ما عملت، يبقى ده حسب ايه؟ قلنا حسب العادات والتقاليد، وحسب المكان اللي انا هنزل اي اعمل ترويج فيه لايه للموديل بتاعي. ممكن اعمل الترويج في مكان الغلط، اخترت مكان الغلط اللي انا هسوق فيه الموديل بتاعي. يبقى المكان هو الاساس او الفيصل ان انا ازاي اروج المنتج بتاعي، ايه المكان اللي مناسب ان انا اروج فيه المنتج بتاعي، مش ان انا اعرضه في مكان وهو المكان ده هيترفض فيه. يبقى ده ايه، لازم اكون مختار المكان الكويس اللي اقدر اعرض فيه المنتج بتاعي بحيث ان هو ما يقابلش بالرفض واخسر فيه كتير. من اهم العوامل التي تؤثر في الموضة، اول حاجة العوامل الاقتصادية. يبقى انا لازم اشوف ادرس الحالة الاقتصادية، سواء سعر الخامة اللي انا هنفذها، التصميم، الموديل، الخامات الاساسية والمساعدة اللي انا هحطها، الموديل ده مكلفني قد ايه، هل العوامل الاقتصادية بتاعتي الموديل اللي انا هعمله ده هيناسب انهي فئة، انهي فئة في المجتمع؟ هل هو غالي، هيبقى سعره غالي لما انزله السوق، ولا هيبقى سعره مناسب هعمله لفئة، ولا هعمله لفئة معينة؟ يبقى لازم ايه اشوف الايه الموديل الموضة او الموديل اللي انا هعمله ايه هي العامل الاقتصادي بالنسبة له هيكون ايه. العوامل الاجتماعية، العوامل الاجتماعية دي ان احنا ازاي ايه هي، هل مناسب للفئة يعني العادات والتقاليد، الحالات الاجتماعية بتاعتي الموديل ده مناسب يعني، ولا هو معمول لفئة معينة، طبقة معينة من المجتمع ومش معمول للطبقة التانية. ده لازم اراعي فيه الايه العوامل الاجتماعية. طبعا عامل التكنولوجيا ده هنتكلم عليه بالتفصيل. عامل التقليد ان انا بقى بقلد، بقى ان انا شفت الموديل ده فبقلد بقى الموديل ده، بعمل منه كذا حاجة وانزله السوق وكده، هيبقى ايه هينتشر وهيبقى في فئة هتاخده وفئة تانية مش ايه مش هتاخده. العوامل السياسية، وده بيرجع للايه الحالة السياسية في البلد. يعني مثلا لو بلد فيها حرب بتأثر فيها على اللبس بتاعها، بيبقى ايه ليها فئة ليها لبس معين. لو هي الحالة السياسية بتاعتي ان مثلا انا بحدد اللبس في بلاد بيبقى ليها لبس هو ده اللبس بتاعها، في بلاد لا، بتبقى العوامل السياسية بتاعتها ان في ملابس للعمل، في ملابس للخروج، في ملابس للبيت، في لازم اراعي اللي هي العوامل الايه السياسية بتاعتي. يعني مثلا انا دلوقتي لو انا في بعض الاشغال بتحدد زي مثلا البنوك، زي المضيفات، بتلاقي الزي بتاعهم معروف، بتوع السياحة والفنادق، المطاعم، هتلاقي فيه زي موحد لازم يلبس الزي ده،
فلازم براعي الايه العوامل اللي ايه السياسيه. طيب لو مثلا في بعض المدارس بتعمل زي يونيفورم للطلبه والمدرسين، فك عشان ايه يبقى الزي موحد. ما ايه الزي الموحد ده بيبقى بيريح بعض الاشخاص في ايه ان هو ما يحصلش فيه تفرقه في الطبقات، يعني ما يبقاش فيه تفرقه في الطبقات في اللبس، بيبقى كل اللبس زي بعضه، فما يحز ما حدش يحس ان ايه لا دي لابسه اعلى مني، دي لابسه مش عارفه على الموضه، ويحصل ايه مشاكل في دي. بحافظ على سير العمل من خلال ان ايه ان انا بعمل زي موحد عشان ايه اهرب من حته ايه ان يحصل فروق فرديه او فروق في التعامل بين الاشخاص وبعضها ويأثر على العمل. هنتكلم بقى عن عامل التكنولوجيا، لان عامل التكنولوجيا ده المهم عندي قوي في قسم الملابس، وان عندي التكنولوجيا دي دخلت في جميع التخصصات بتاعتي، يعني دخلت في صناعة الأقمشة، بقى عندي أقمشة دلوقتي مصنوعة دخل فيها التكنولوجيا، عندي خامات أساسية وخامات مساعدة دخل فيها التكنولوجيا، حتى التصميم بتاع الأزياء دخل فيه التكنولوجيا، بقى فيه تصميم على الكمبيوتر. عندي كمان اللي هي رسم الباترون وطريقة الفرد والتعشيق والكلام ده كله دخل فيه الكمبيوتر. الماكينات والآلات بقى عندي فيها كمبيوتر، فأنا عندي التكنولوجيا دخلت في مجال الملابس باكتساح. فبقول إن التكنولوجيا هي التطبيق المنهجي لنتائج العلم، ولكن المعارف الأخرى ولكل المعارف الأخرى، يعني كل المعارف الأخرى في إيه؟ في التكنولوجيا. طبعا لعبت التكنولوجيا دورا هاما في الموضة وإحداث كل ما هو جديد، ابتداء من الخامة حيث تصميم وتنفيذ وإعطاء التجهيزات النهائية لها وصباغتها بما يتناسب مع متطلبات التصميم. يعني أنا ممكن أعمل التصميم وأقول أنا عايزة القماش بتاعي يبقى الشكل ده، فاروح ايه فابعت شكل القماش للصباغه عشان يصبغ لي القماش باللون اللي انا عايزه للتصميم، عشان يبقى اللون ده مش موجود في السوق، او القماش ده ما يبقاش موجود، يعني الخامه اللي انا هستخدمها موجوده بس اللون ده لا، انا عايز اللون ده مش عايز لون تاني. فده اللي بيميز بقى ايه التصميم بتاعي عن التصميمات اللي موجوده في السوق، ان اللون ده مش موجود في السوق، الخامة موجودة بس اللون ده مختفي مش موجود، فمحدش هيعرف يعمل زي. فبالتالي ان انا حافظت على ايه، حافظت على تصميم بتاعي، حافظت على موديل بتاعي ان محدش يعرف ياخده ويعمل ايه زيه، لان اللون بتاعي انا ايه عملت له ايه احتكرت السوق بيه، عملت احتكار في السوق بالتصميم واللون، فكده محدش هيقدر يدخل ايه قدامي وينافسني في الموديل بتاعي. ثم يأتي بعد ذلك فرد القماش آليا وعمل المتراج من خلال الكمبيوتر. يعني أنا دلوقتي بعد ما عملت التصميم واخترت القماش هدخل على الكمبيوتر أعمل فرد القماش، أفرد القماش بتاعي، أرسم البطرون وأفرد القماش وأطلعه، إن أنا إزاي هحطه إيه هطلع المتراج بتاعي ان انا هحطه على الطبقات القماش اللي هيتم عليها القص بتاع الموديل. طبعا هنا بيقولك القص بأشعة الليزر، ثم يأتي بعد ذلك التمكين بأحدث الماكينات المتخصصة لجميع العمليات، وكذلك الكي وما يستحدث من ماكينات خاصة بالكي المرحلي والكي النهائي، وده احنا اخدناه في أجهزة الكي في المعدات لما قلنا ان احنا عندي الماكينات بالكمبيوتر بتشتغل بالكمبيوتر، وعندي اجهزه الكي اللي هو جهاز كي الفستان، جهاز كي البنطلون، ده اجهزه الكي بالبخار، ان دوت الاجهزه دي بقت اجهزه حديثه ان هي بتكوي، مش محتاجه ان انا امسك المكوى واكوي، لا انا ممكن بلبس المانيكان الفستان او البلوزه او التيير او الجاكيت وهو بيكوي الايه القطع الملبسيه. وبرده جهاز كي البنطلون انا بلبسه للبنطلون، بيعمل لي الكسره، بيعمل لي القمر، بيعمل لي البنطلون كله، فده من اجهزه الكي، ودي كلها اجهزه ايه حديثه بالتكنولوجيا. وهنا وقد امتدت التكنولوجيا الى اساليب صناعه مكملات الزي زي الاكسسوارات،
يعني انا كمان ايه التكنولوجيا دخلت في الاكسسوارات زي المتنوعة والتي تلبي احتياجات افراد المجتمع، وكذلك التغليف وما صاحبه من ماكينات للتسعير. انا دلوقتي عندي هنيجي الاكسسوارات، انا عندي الاكسسوارات بقت دلوقتي داخله فيها التكنولوجيا. يعني عندي مثلا في زراير كده معموله بالحجر، معموله من الحجر واتغلفت اتعملت بقى زرار. الخرز، اللولي اللي هي الاحجار الكريمه اللي بستخدمها في الملابس، الاكسسوارات كمان اللي هي السوست، سوست انواع السوست زي سوست البلاستيك او سوست العظم او النحاس، دي برضو بعض الاكسسوارات اللي فيها بعض السوست فيها ايه بقى فيها تحديث. عندي كمان اللي هي الزراير بقى زراير فيها اشكال، الكباسين بقى فيها اشكال. بالنسبة للأطفال برضو بقى الأطفال ليهم زراير حلوة كده، الأطفال بتحب اللعب فتعمل شكل الأزرار على شكل إيه، على شكل اللعب اللي بيحبها الأطفال. عندي بقى بعد كده بقى في أجهزة للتغليف بتغلف لي القطعة، ومكنة بحط السعر على طول مباشرة، بلزق إيه بلزق السعر على على القطعة بعد ما بتتغلف، ما بحتاجش بقى العامل ما بيقعدش كل شوية ايه يكتب او يلزق او كده، لا المكنة موجودة بتسعر على طول باستمرار. فكده التكنولوجيا عندي وفرت كتير جدا في تصنيع الخامات عندي، وبقى عندي جودة عالية في الانتاج. طبعا كتابة المقاسات والبيانات والنقل للحفاظ على سلامة المنتج وتوصيله الى ايه الى مكان. طبعا انا بكتب مواصفات المقاس والمواصفات البيانات بتاعه المنتج بتاعي. يعني في بعض الملابس لما بتيجي تشتريها يقول لك ايه مثلا دي ليها طريقه في الغسيل معينه، طريقه في درجه حراره في الكي، التعليمات اللي موجوده دي مهمه جدا بتتحط على المنتج، بحيث ان انا لما اجي اغسل المنتج او ان انا اجي اكويه ابقى عارفه ايه التعليمات بتاعه استخدام بتاعه المنتج دي قبل ما ايه ما استعمله. يعني قبل ما اغسله قبل ما اكويه لازم اقرا التعليمات دي كويس جدا. وساهمت التكنولوجيا بصورة مباشرة في تطور الموضة في القرن العشرين، حيث التطور في الآلات والماكينات المتعلقة بتجهيز المنسوجات وصباغتها وإنتاج خامات نسجية ذات ملامس إيه مختلفة، اللي هي زي إيه القطيفة أو الشمواه أو ملمس الناعم زي الساتان والحرير. وفي بقى الأقمشة عندي اللي هي الدبل فيس اللي ممكن تتعمل على الوشين. فهو تنوعت التكنولوجيا ودخلت في جميع مجالات الملابس، حصل تطور كبير جدا لما دخلت التكنولوجيا في الملابس، وده أفاد كتير وزود كتير وعلى كتير من الملابس عندنا، وجودة الملابس والايه وجودة الايه الأقمشة بتاعة الملابس اللي بيتم منها ايه التصميم بتاع الملابس. طبعا احنا خدنا كده اتكلمنا عن التكنولوجيا وفايدة التكنولوجيا في صناعة ايه الملابس. هنكمل برضو مع بعض في التكنولوجيا. طبعا احنا في التكنولوجيا بنستعين بأجهزة الكمبيوتر، يعني دلوقتي ما فيش مصنع ما بيشتغلش من غير الكمبيوتر، لا الكمبيوتر بقى حاجة أساسية داخل المصنع، بستعين بيه في كل حاجة، سواء في بيانات الناس اللي شغالة عندي لقسم الموارد البشرية، ان انا بحط البيانات بتاعة الموظفين، خط السير كل قسم عندي بالمصنع، حتى الخامات وتخزين الخامات برضو بخزن على الكمبيوتر عشان اقدر اعرف الخامات اللي عندي جوه المصنع دي، احدد منها الهادر واحدد منها فاضل ايه وانا محتاج قد ايه. لو عندي مقر تاني في المصنع اقدر ابعت للمقر التاني لو انا عندي خامات زيادة وهو عنده خامات اقل، بدل ما نشتري ببعت له الخامات الزيادة اللي موجودة عندي. فانا الكمبيوتر وفر عليا كتير جدا بدخوله في قسم الملابس ومصانع الملابس الجاهزة، وبعض الماكينات بقت ما بتشتغل بالكمبيوتر، فهي بتساعد العامل ان هو يزود من انتاجه، بتساعد العامل ايه ان هو يزود من انتاجه، وان هو وتوفر عليه الوقت والجهد.
لكن هو مش ان انا بحط الاجهزه هي الالات اللي بالكمبيوتر دي عشان استغنى عن العامل، لا، هي بجانب العامل، هي بتساعد العامل ايه في انجاز العمل في فتره قليله، فتره قليله مش فتره كبيره. فلازم اكون العامل عنده خلفيه كبيره عن الماكينات اللي هي بالكمبيوتر، وزي ماكينات التطريز اللي بالكمبيوتر دي بتطلع شغل جميل جدا جدا على الملابس. هنرجع نكمل بقى مع بعض هنا، مع الاستعانة بأجهزة الكمبيوتر في تصميم الرسومات التي يتم طبعها على الخامات وفرد القماش آليا وعمل المتراج والقص بأشعة الليزر. طبعا احنا عندنا هنا، احنا قلنا ان انا ممكن اطبع، اعمل رسومات على القطعة الملبسية، يعني لو قماش سادة ممكن ارسم عليه عن طريق اجهزة الليزر واعمل تصميمات ورسومات عليه. ممكن اعمل تطريز بالكمبيوتر اللي هي ماكينات التطريز، اعمل تطريز على القطعة الملبسية، يبقى انا عملت لها اظهار جميل وايه وزخرفي في الشغل بتاعي. كذلك التطور كأنه له اثر في مجال ماكينات الحياكة والكي. طبعا احنا قلنا برضو ده دخل في مجالين، في الحياكة وفي وماكينات الكي والزخرفة والتطريز واساليب في الاساليب الصناعية ومكملات الملابس والموضة. طبعا ايه ومجال الموضة وتصنيع ملابس بصورة لم تشاهد في العصور السابقة. طبعا احنا عندنا بقى بقولك عندنا التطريز بالكمبيوتر، الرسم بالكمبيوتر بالليزر، كل ده عمل تطور في مجال ايه الموضة عندنا. هندخل بقى على مجال جديد، احنا كده خلصنا الموضة، هندخل على مجال جديد اللي هو التصميم. ايه الهدف من التصميم؟ يعني احنا درسنا كل ده في الموضة وعرفنا خطوط الموضة وعرفنا تاريخ الموضة وعرفنا كل حاجة عن الموضة. ابدأ بقى في مرحلة ايه بقى؟ مرحلة التصميم. يعني عرفت حاجات اساسية في الموضة، ادخل بقى على مراحل التصميم، ازاي اعمل تصميم ناجح، ازاي اصمم. التصميم هو فعل إبداعي ينتج وفقا لمجموعة من الآليات التنظيمية التي تتصل بخصوصية الشكل التصميم ومشهدية الطابع الابتكاري للصورة جماليا وتقنيا. يعني أنا بعمل تصميم إبداعي في ابتكار للشكل بتاعي، يعني أنا هعمل تصميم في إبداع، تصميم جديد يدي شكل جمالي، يبقى شكله حلو، يجذب اللي حواليه، يبقى عشان اعرف اعمل له ترويج. هو ده ايه التصميم، يبقى غرضه ايه؟ ان بعمل ابداع، بعمل حاجه جديده ما اتعملتش قبل كده، بعمل ابتكار فيه، بعمل قيمه مضافه، ان انا تصميم جديد مختلف، بس في نفس الوقت بيبقى ايه مناسب للفئه اللي انا هعملها، العمريه اللي انا هعملها عليه. مش هعمل تصميم يكون غير مناسب، لا، انا بعمل تصميم مناسب للفئة العمرية، لكن التصميم بتاعي اللي انا عايز اعمله لازم يكون ايه في ابداع، في ابتكار، يكون في ناحية جمالية وفنية، ويكون في دقة في التصميم، ويلتزم طبعا بخطوط التصميم اللي احنا قلنا عليها قبل كده. ماشي. طب ويعتمد التصميم الى اقتران فكرة العمل التصميمي بمعالجات تصميمية ترتبط بايه بصور الشكل وطريقة البناء والتنظيم الخطي واللوني والحجم. يبقى انا هنا في التصميم بهتم ايه؟ بهتم بالشكل والايه والحجم والخط. يبقى بهتم بالشكل والحجم واللون والخط، دول الحاجات اللي انا بهتم فيهم ايه في التصميم بتاعي وانا بعمل التصميم. بقول بقى هو التصميم هو تحقيق مفهوم او فكرة في تكوين او رسم او نموذج او قالب او نمط او خطه او مواصفات التي يستند اليها الانتاج الفعلي او التجاري للبند، والتي تساعد على تحقيق الهدف المحدد اللي هو ايه اللي انا اوصل للهدف بتاعي. يعني انا بعمل ايه؟ يبقى هو التصميم عباره عن مفهوم، انا هحط مفهوم او فكره، او هعمله في رسم، او هعمل نموذج، او هعمل قالب، او هعمل نمط. ماشي. كل ده بيحقق لي الهدف اللي انا عايزه. يعني انا التصميم بتاعي يا اما هعمل تصميم لموديل، او هعمل تصميم في الباترون، هرسم باترون، يبقى في كلتا الحالتين بعمل ابداع،
بعمل ابداع في شغلي، بعمل فكرة جديدة، يبقى لازم احقق الهدف اللي انا عايزه ايه اوصل له بالتصميم بتاعي ده. طبعا انا عندي هنا التصميم ليه كذا تعريف وبيختلف حسب ايه، حسب الايه التصميم او نوع التصميم اللي انا اصممه. اول حاجة بقول التصميم هو تخطيط واعي للعلاقة بين منتجات من عناصر اللغة التشكيلية كما وكيفا لتحقيق غرض محدد. يعني انا في التصميم ده هاخد منتج او هاخد خامات، هطلع منتج، المنتج ده هحوله ايه لشكل عشان احقق الغرض إيه اللي انا محدداه، يبقى انا بعمل تصميم عشان اطلع منه ايه منتج هبيعه بعد كده، هعمل منتج هبيعه بعد كده. ده التصميم هو نوع من التعبير عن الغرض بصورة جمالية، مخطط تمهيدي لاستكمال بالتعامل الفعال مع الخامات والأدوات لصياغة الفكرة النهائية لتحقيق الهدف المشروع. يعني التصميم ايه ده؟ انا بعبر، يعني انا باخد بدخل خامات أساسية وخامات مساعدة عشان في الآخر يطلع لي منتج نهائي هبيعه. برضو نفس ايه الفكرة، ان انا برضو ده التصميم ايه، ان انا برسم وبحط خامات، بعد ما برسم هستخدم خامات، بعد ما استخدم الخامات دي هروح احول الخامات دي لمنتج نهائي هبيعه. يبقى الهدف في الاخر ان انا ايه هعمل تصميم نهائي يكون بالمواصفات اللي انا عايزاها في المنتج اللي هيطلع دي يطلع عندي. يبقى التصميم لازم يكون المنتج النهائي موافق للتصميم اللي انا عاملاه، مطابق للمواصفات، مطابق للخامات اللي انا حاطاها، ما يكونش فيه ايه اي اخطاء اثناء التنفيذ، لانه اي خطا في اثناء التنفيذ ايه مش هيعتبر منتج نهائي، هيبقى ايه هعمل تاني التجربه تاني عشان اطلع منتج ايه جيد. نرجع تاني، التصميم الفني هو شكل منفرد ومتميز يتكون من اجزاء وعناصر متوافقه واخرى متباينه او باندماج مجموعه من الخطوط والاشكال اللي بت ايه لابتكار جديد يعطي لمسة فنية. يعني ده لو انا هعمل ايه تصميم، بعمل تصميمات للازياء وهبيعها مش هنفذها، لازم يكون ايه مطابق للايه للمصطلح. التصميم الفني الصناعي عبارة عن وضع الخطوط المحددة لمعالم التصميم الذي يراد انتاجه على نحو يميزها عن غيرها حتى يقبلها جمهور المستهلك. يبقى انا هنا التصميم اللي بعمله انا بعمله عشان اعمل منه منتج نهائي يناسب المستهلك، يناسب ايه المستهلك. ملحوظة، يجب مراعاة ان خطوط التصميم الهندسي تركز على المنتج، يعني انا بعمل التصميم ده عشان اعمل منتج ويمكن تطبيقها على الخدمات. يعني انا بعمل منتج عشان ايه هطلع منه ايه المنتج الخدمي اللي هيخدم الناس. تمام، هنتكلم بقى على ايه تصميم الازياء. احنا عرفنا مبدئيا التصميم وايه وعناصر ايه التصميم ايه هي، وعرفنا مفهوم التصميم. ندخل بقى على تصميم الازياء ازاي بقى، ايه هو تصميم الازياء، ايه هو تاريخ الازياء، مصمم الازياء ازاي يبقى مصمم ناجح، ده هنعرفه مع بعض. يعتبر تصميم الازياء جزءا لا يتجزا من سلوك الانسان. يعني انا دلوقتي لما باجي اعمل تصميم، انا بعمل التصميم ده كان انا اللي هلبسه، فلازم يكون ايه انا متخيل كده ان انا لو لبسته هبقى شكلي عامل ازاي. يبقى لازم يبقى عندي سلوك الانسان، يعني احس بالايه بالتصميم، يبقى عندي حس فني بالتصميم، ان انا بتخيل ان انا هلبس الموديل ده، هل الموديل ده هيناسبني، يعني مناسب انا مقتنع بيه ولا مش مقتنع بيه، ولا برسمه كده وخلاص ولا بنفذه كده وخلاص. ده مهم جدا، حيث انه يستخدم كل ما يتوفر لدي من خيال ومعرفة ومهارة ليبتكر ما يشبه حاجاته ومتطلباته. يعني انا ما اجي اعمل تصميم لازم اكون مقتنع بيه، لازم اكون انا مقتنع بيه، اكون حاطط فيه كل حواسي، انا بعمل تصميم وده عشان اكون مصمم ناجح او اكون
فني صناعي ماهر، اعرف اكون مدرك للمشكله بايدي، ما عامل، لا بلمس المشكله بايدي، ان انا اتخيل ان انا وانا بعمل الموديل ده ان انا اللي هلبسه، فانا هلبسه يبقى انا هعمل احسن حاجه، احسن ما عندي، هطلع اجود ما عندي، هطلع افضل ما عندي، يعني بقى انا كده، لو انا عملت ده يبقى انا كده هبقى ايه، هبقى ناجح في شغلي، لكن لو انا ما عملتش ده استحاله هبقى ناجح في شغلي. لازم الحاجه اللي انا بعملها، المنتج اللي انا بعمله كانه بعمله ليا، مش بعمله لحد غيري، فلما اكون بعمله ليا هطلعه كويس، يبقى انا اتمنى ان غيري يبقى هيلبس زي كويس. دي نقطه مهمه جدا لازم المصمم يكون لممها. نكمل مع بعض. وتصميم الأزياء لغة فنية تجمع بين حزمة من العناصر في تكوين واحد من حيث الشكل واللون والنسيج. يبقى أنا هنا عندي تصميم الأزياء بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الشكل واللون والنسيج. بيعتمد على إيه؟ على الشكل واللون والنسيج. تخضع هذه اللغة لأسس عملية. تخضع هذه اللغة لأسس عملية التصميم المعروفة، وذلك لضمان تحقيق التكامل والتوازن والإيقاع والنسبة. يعني لازم أكون محققة إيه؟ الإيقاع، التكامل والتوازن والإيقاع والنسبة في الموديل بتاعي، وبالتالي تحقيق نتيجة مرضية بأن يحصل الفرد على زي متناسق وملائم للمجتمع الذي يعيش فيه. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بعمل زي مناسق ومناسب للمجتمع اللي هيعيش فيه. تمام. تصميم الازياء بقى هو ايه؟ هو فن من الفنون التطبيقيه المتخصصه لتصميم الملابس، وجزء من السلوك الانساني، احنا لسه قايلينه. فالانسان عاده يسعى لاشباع حاجته، وهو سبيل هذا يستخدم ما لديه من خيال ومعرفه ومهاره في ابتكار ما يحقق له الايه، احتياجات. برضو هو ذلك الكيان المبتكر ومتجدد في خطوط ومساحاته اللونية وخاماته المتنوعة. احنا قلنا هنا مصمم الأزياء بقى، مصمم الأزياء هو الذي يضع في اعتباره الأنماط الملبسية التي يقبلها المستهلك عن طريق دراسة سلوك الأفراد مع التقاليد السائدة في المجتمع. احنا هنا المصمم عشان يبدأ يعمل تصميم او موديل لازم يعمل دراسة للسوق كويس جدا، لازم يكون التصميمات بتاعته مناسبة للعادات والتقاليد، وده احنا قلنا مهم قوي، لازم يكون ملتزم بقواعد التصميم، بيلتزم باللون، بالخامة، التوازن، التكامل، الفئة اللي هيشتغل عليها الموديل دوت. احنا كده وصلنا لغاية مصمم الأزياء. هنكمل الحلقة الجاية إن شاء الله بقيت إيه هي صفات المصمم الناجح، خطوات التصميم إزاي، خطوات رسم الموديل إزاي. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا من الحلقة النهاردة. إحنا حاولت على قد ما أقدر إن أنا أغطي جزء كبير إزاي تقوي مهاراتك، وعايزه ان انتوا تبداوا تشتغلوا على نفسكم، وان انت ازاي تقوي مهاراتك. يعني مش انت ما بتاخدش المنهج للدراسه بس، لا انا عايزاك تبقى ازاي تعرف تشتغل، ازاي تقدر تعمل مشروع ليك، وده مهم جدا جدا. واتمنى لكم التوفيق والنجاح، واشوفكم على خير الحلقه القادمه ان شاء الله.